هم طبعا مش بس في امريكا وكندا، في اوروبا وفي كل حته عندنا عقول مصريه يعني بيبقوا خير سفراء لينا بره مصر. العقول المصريه دي هل وزاره الهجره وشؤون المصريين في الخارج بتتواصل معاهم علشان نستفيد بخبراتهم؟ يعني لما احنا بنقعد مع حد فيهم بيقولوا لي احنا ما عندناش مشاكل، احنا نفسنا الدوله المصريه تتعاون معانا وهنديها كل حاجه ببلاش. الحقيقه حصل من حوالي شهر، كان في أساتذة من الطاقة النووية كنت التقيت معهم في كندا وأبدوا رغبتهم بعد ما عرضت عليهم مشروع الضبع، وقلت لهم ان مصر دلوقتي محتاجة الخبرات والعقول اللي انتوا عملتوها في الخارج نستفيد منها في الداخل. وفعلا جم مصر وعملت لهم مقابلات مع وزير الكهرباء ومع وزير الانتاج الحربي ومع وزير التعليم العام، اللي اكثر من ذلك عملنا ورشة عمل وطلعنا بيها بنتائج. غير دول الحقيقة في ديسمبر المقبل أنا عملت بروتوكول تعاون مع قناة النهار، لأنه في برنامج مصر تستطيع، في ابتديت أشوف أنه هذا البرنامج بيستضيف العقول المهاجرة. تواصلت مع المذيع والمعد وعملنا بروتوكول، وإن شاء الله في ديسمبر عندنا حوالي 30 عالم مصري حينزلوا مصر بجميع التخصصات علشان نقدر حلو جدا أن احنا نستفيد منهم. الأكثر من ذلك أن أنا تواصلت مع رئيس جامعة القاهرة، لأن أنا غير أن أنا عايزة أستفيد من هذه العقول الباهرة والمهاجرة، عايزة كمان أربي كوادر مصرية. وبالتالي طلبت من رئيس جامعة القاهرة أنه يختار لي 3 من المتفوقين من كل التخصصات اللي بعتها له في قائمة اللي هي أسامي العلماء، علشان نكون فريق عمل من المتفوقين في الجامعات المصرية يبقى بيشتغل مع هذا العامل حتى من قبل وصوله وعند حضوره إلى مصر، عشان أقدر أن أنا أولا أوري الشاب ده أنه زيك مصري خريج جامعة القاهرة طلع وبقى عالم في الخارج، وفي نفس الوقت هيساعدك أن أنت توصل زيه. أكيد. وإحنا بنتكلم عن العقول المصرية والشباب المصريين في الخارج، إحنا معانا